السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم من جديد. أشادت صحيفة ماركا الإسبانية بهدف رياض محرز العالمي في شباك زيمبابوي يوم الاثنين. ونشرت الصحيفة الإسبانية هدف رياض محرز تحت عنوان هدف عالمي من رياض محرز وسينافس على جائزة بوشكاش كأفضل هدف في الموسم. ولقد حصد هذا الخبر في صحيفة ماركا الإسبانية العديد من التفاعلات من قبل المتابعين، أين أبدى الجميع إعجابهم بطريقة ترويض الكرة والمراوغة وتسجيل الهدف، كما قد أشادت مختلف الصحف العالمية الأخرى بهدف رياض محرز العالمي في شباك زيمبابوي. وقد نشرت صحيفة آس الإسبانية محرز يلقن العالم درسا حول ما يمكن أن يفعله الأفارقة وهدفه قد يكون الأفضل في العالم هذا الموسم. أما صحيفة الموندو الكاتالونية هدف محرز مرشح لجائزة بوشكاش كأفضل هدف في العالم هذا الموسم. أما صحيفة سبورت الكاتالونية أيضا إذا لم تشاهدوا هدف محرز العالمي لا نعلم ماذا فعلتم. أما صحيفة دايلي مايل البريطانية علقت على هدف رياض محرز العالمي هذا الهدف يدفعك إلى الجنون، الكنترول هو كل شيء. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.